قبل ما نفتح نعمل الافتتاحات ديت، واقول ان احنا من فضلكم نوجه التحيه والتقدير للعاملين في القطاع، سواء اللي هم يعني استشهدوا في اداء هذه المهمه، او اللي ما زالوا حتى الان بيقوموا بدورهم الرائع جدا والعظيم جدا في حمايتنا وحمايه شعبنا من هذه الجائحه. وده امر يعني هبدا بيه كلامي، وانا هركز كلامي في الدكتوره كهاله كلمت كلام كتير قوي، والكلام الكتير ده كان هدف منه انها تستعرض بيه موقف الجهد اللي اتبذل من جانب الدوله متمثله في وزاره الصحه تجاه شعبها. نتكلم، فانا معرفش لو الدكتوره تقدر تجيب لنا الشريحه اللي فيها المبادرات اللي موجوده وهبدا كلامي بيها. من فضلك الشريحه بس العرض تاني من اول ومن فضلك. انا هتكلم لما الدكتوره اتكلمت على مبادره الفيروس سي، وكلمت على مبادره اقاءه الانتظار، وكلمت